السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في دولة من أقوى دول العالم. المنحة اللي معانا النهاردة منحة مميزة، منحة ممولة بالكامل، منحة في دولة ألمانيا. تمام، خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة ألمانيا. تمام، الجهة المانحة اسمها هيرتي يونيفرسيتي. تمام، دي جامعة خاصة موجودة في ألمانيا، وتعتبر من يعني جامعة من أفضل الجامعات، وليها رينك عالي جدا على مستوى العالم. الدراسة فيها ممتازة جدا، والجامعة دي بتستقبل طلاب سنويا من دول مختلفة بمعدل كبير جدا. يعني فيها نسبة من الطلاب الأجانب من خارج ألمانيا للدراسة فيها بنسبة كبيرة جدا. تمام، فتعتبر المنحة دي يعني جذابة لكثير من الطلاب، والجامعة دي ممتازة جدا، عشان كده كثير من الطلاب بيدرسوا فيها. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة. تمام، متاح ليك التقديم. بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاحة في هذه المنحة، المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير فقط. يبقى هي متاحة للناس اللي عايز تدرس الماجستير فقط، أو لو أنت في آخر سنة من البكالوريوس بتقدر تقدم عادي جدا على المنحة، أو لو أنت مثلا شخص عندك ماجستير وحابب تعمل ماجستير مرة أخرى ممكن برضو. تمام، ففي حالات كتيرة جدا ممكن تقدر تقدم على هذه المنحة فيها. طيب، بالنسبة للمنحة دي، تمويل المنحة دي، المنحة دي ممولة بالكامل. المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان، والسكن، وراتب شهري. تمام، حيث سوف يتم تمويل الطالب ب 43,500 يورو سنويا. المنحة دي مخصصة سنويا لكل طالب 43,500 يورو عشان تغطي لك رسوم الدراسة والسكن والراتب الشهري. تمام، الخاص بتكاليف المعيشة. فالراتب ده اللي هو الراتب السنوي ده راتب كبير جدا، تقدر تستخدمه في تسديد رسوم الدراسة والحصول على سكن، وكمان يتبقى لك راتب شهري لاحتياجاتك الشخصية. تمام كده، فطبعا زي ما هم كاتبين على الموقع الرسمي انها فولي فاندد، يعني منحة ممولة بالكامل، وده راتب سنوي لتسديد كافة التكاليف. تمام كده. طيب، كمان بيتم توفير خطاب قبول من المنحة بيثبت انك حصلت على منحة ممولة بالكامل لتسهيل السفر من بلدك بدون تعقيدات او الحاجه لحساب بنكي. فالمنحه دي بيتم توفير خطاب قبول، الخطاب ده مكتوب فيه كل حاجه، ومكتوب فيه ان المنحه توفر لك 43,500 يورو سنويا كرسوم دراسه والسكن. فبالتالي حضرتك لما تروح تقدم على التاشيره الخاصه بالمانيا في دولتك، هيتم ان شاء الله تجهيز كل شيء ليك بسهوله، بدون تعقيدات، بدون الحاجه لحساب بنكي، لانك بالفعل معاك ورقه او معاك خطاب بيثبت قبولك، وبيثبت ان المنحة هي اللي هتتكفل بكل شيء ليك. تمام كده، كمان زي ما انتم عارفين الاقامة في دولة المانيا بتتيح ليك الحصول على اقامة تستطيع من خلالها التجول في كل اوروبا بدون تأشيرة. طبعا الاقامة في المانيا تأتيك تأشيرة اسمها تأشيرة الشنغن، دي بتقدر انك تخش بيها كل دول اوروبا بالمجان. تمام، او يعني بدون الحاجة الى عمل تأشيرة، ده المقصود. تمام كده، فمميزات كتيرة جدا للدراسة في ألمانيا وللدراسة في هذه المنحة. طيب، بالنسبة للتخصصات اللي موجودة عندنا في المنحة دي، عندنا تخصصات كتير جدا، يعني هم تخصصات يعني يعتبر مرتبطة بالآداب شوية. تمام، التخصصات الأدبية زي الماستر اوف بابليك بوليسي، انترناشونال افيرز، والداتا ساينس فور بابليك بوليسي. تمام، دول الثلاث تخصصات المتاحين واللي انت متاح ليك التقديم عليهم. طبعا الجامعة دي بتقدم تخصصات كتيرة جدا، ولكن الفكرة كلها ان المنحة متاحة بس للثلاث تخصصات دول، يبقى انت ما تقدرش انك تطلع بره الثلاث تخصصات دول. وممكن انك مثلا حتى لو انت في تخصص، يعني تخصصك مثلا مش من ضمن التخصصات دي، بس تخصصك مشابه ليهم، بتقدر تختار عادي. يبقى مش شرط تخصصك يبقى لازم نفس التخصص ده. مثلا واحد دارس مانجمنت وعايز يدرس بابليك بوليسي، ممكن عادي جدا لانه تخصص قريب منه. فممكن انك تدرس تخصص من التخصصات دي حتى لو تخصصك مختلف. تمام كده. طيب، بالنسبه لمده الدراسه، مده الدراسه في هذه المنحه سنتين. تمام، فانت بتدرس في المنحه دي سنتين. هنا عندنا ملاحظه،
هذه المنحة ليس بها حد أقصى للأمر للتقديم، المنحة دي متاحة لجميع الأعمار. تاني ملحوظة هنا عندنا إن المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم، ولكن إذا تم قبولك يجب توفير شهادة لغة قبل بدء الدراسة. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني حضرتك المنحة دي في أبليكيشن التقديم اللي هوريهولكوا بعد شوية مش طالبة شهادة لغة، هما قايلين يعني إن الشخص لو معاه شهادة اللغة يحطها. طيب لو الشخص مش معاه شهادة اللغة حاليا، انت مش معاك اي شهادة لغة حاليا، بتعمل ايه؟ بتقدم عادي، وبعد لما تقدم واتقبلت بتاخد حاجة اسمها قبول مشروط. القبول المشروط ده يعني ايه؟ يعني انت بتاخد قبول مشروط باللغة، يعني انت اتقبلت بس القبول النهائي محتاج شهادة لغة، فبالتالي عشان تتقبل قبول نهائي يبقى لازم توفر شهادة اللغة قبل بدء الدراسة. تمام. وفي هنا ملاحظة ان اذا درست مرحلة سابقة باللغة الانجليزية، لو انت درست في البكالوريوس باللغة الانجليزية تمام، او درست كورس مثلا لمدة سنتين على الاقل باللغة الانجليزية، فانت معفي من شهادة اللغة. خلاص بتجيب ورقة من المكان اللي انت درست فيه، سواء كلية او مركز مثلا درست فيه لمدة سنتين فيما اعلى، بتجيب ورقة بتثبت انك خدت الكورس ده او التخصص بتاعك باللغة الانجليزية، فانت معفي خلاص من تقديم شهادة اللغة. تمام. والميزه الجميله جدا في المنحه دي ان شهاده اللغه مش مطلوبه عند التقديم، يعني انت مش هتاخد الريسك وتروح توفر شهاده اللغه دلوقتي، لا انت ممكن توفر شهاده اللغه يبقى عندك الحافز انك توفرها بعد لما تشوف بالفعل انك اتقبلت في المنحه، ودي برضو الميزه اللي في المنحه دي. تمام كده. طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، اوراق بسيطه مش معقده. اول حاجه في ابلكيشن اونلاين، لازم يتم ملء الابلكيشن اونلاين. تمام. تاني حاجه توفير شهاده التخرج بتاعتك او كشف الدرجات او شهاده اخر سنه دراسيه، لو انت ما زلت بتدرس في المؤهل الحالي في البكالوريوس في اخر سنه تقدر تقدم شهاده السنه التي قبلها من المؤهل الحالي. تمام. كمان توفير السيره الذاتيه بتاعتك السي في، توفير خطاب نيه ممتاز، وتوفير 2 خطابات توصيه اونلاين. تمام. دي الاوراق المطلوبه. تمام. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 1 فبراير 2021. تمام. المنحة دي قالت ان ممكن يتم التقديم حتى 1 مايو 2021، ولكن يفضل 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 لو انت هتقدم على المنحة انك تقدم في خلال هذا التاريخ بحد اقصى 1 فبراير 2021. تمام كده. تمام. طيب هنا عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم خلالنا على هذه المنحة متاح. وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لأي منحة أنت عايزها وتقدم بنفسك على أي منحة. تمام. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأ رابط استمارة الخدمة اللي أنت عايزها وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. تمام كده. طيب أنا هنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كافة التفاصيل، هتيجي تضغط على الإعلان الرسمي هيفتح معاك، هتلاقي كافة التفاصيل، هتلاقي موضح لك هنا ان المنحة دي ممولة بالكامل هتشمل 34,500 يورو. تمام. وموضح لك هنا الحاجات الستبس اللي انت هتمشي عليها، موضح لك هنا التخصصات المتاحة في المنحة دي، موضح لك ان المنحة دي متاحة لجميع الجنسيات. تمام. فده الاعلان الرسمي للمنحة، والمنحة دي اسمها New Perspective Scholarship. تمام. طيب خلينا دلوقتي نروح بقى لكيفية التقديم. كيفية التقديم في المنحة دي هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيفتح معانا بالشكل ده. تمام. هتلاقي أول حاجة مطلوب منك إنك تعمل أكونت على موقع المنحة، فبتحط اسمك اسم العائلة، بتحط الجندر بتاعك، دولة الإقامة الحالية، وبتحط الإيميل بتاعك والباسورد، وبعدين بتضغط على ريجستر. بعد كده بيوصلك لينك تفعيل على الايميل بتاعك اللي انت حطيته هنا، بتفعل اللينك او بتفعل الاكونت، وبعد كده بتاخد الايميل والباسورد وبتروح تكتبهم هنا في شاشه اللوجن. تمام. وبتحط بياناتك. تمام. اللي هي بيانات الدخول للابلكيشن، تضغط على كلمه لوجن عشان يفتح معاك الابلكيشن. طيب الابلكيشن يفتح معاك بالشكل ده، بتختار اول حاجه البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه. طيب ده البرنامج، انا هنقدم على اساس المنحه الماجستير، يبقى لازم تروح تختار ماستر بروجرامز. تمام. بعد كده هطلع لك التخصصات المتاحه. تمام كده. فانا هروح اختار ماستر اوف بابليك ادمنستريشن، انا عايز اقدم لمثلا التخصص ده، هروح ضاغط عليه. تمام كده. طيب دي الصفحه الاولى اللي بيقول لك فيها الاشياء المطلوبه. تمام. عفوا لازم ارجع لان المفروض نختار تخصص
من التخصصات المتاحة في المنحة. ما تروحش تختار يعني مثلا تختار ماستر ديجري، ما تروحش تختار تخصص مثلا بابليك ادمنستريشن مش معروض في المنحه، تمام؟ يبقى الافضل ان احنا نروح نختار تخصص من التخصصات المتاحه في المنحه اللي احنا وضحناها هنا، عشان يظهر معانا من الداخل اللي هو المنحه، اسم المنحه دي، تمام؟ فانا هروح اختار التخصص ده مثلا، تمام كده، دي من التخصصات المتاحه في المنحه. وهنا بيعرض لك في الصفحه الاولى الاشياء المطلوبه منك والاشياء المطلوب تحطها في الابلكيشن، تمام؟ وهنا بعد كده السكشن الثاني البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه، المعلومات اللي انت مطلوب منك تحطها، اسمك، اسم العائله، بتحط تاريخ ميلادك، تمام، المكان اللي اتولدت فيه، الجنسيه بتاعتك، العنوان، الاقامه الحالي بتاعك، رقم التليفون، كل هذه البيانات بتحطها. بعد كده بتخش على السكشن الثاني الايديوكيشن، تمام. في السكشن ده بتحط معلومات الجامعه اللي انت بتدرس فيها او اللي درست فيها، تمام. فبتحط بقى اسم الجامعه، بتحط التاريخ المتوقع للتخرج او تاريخ التخرج، تخصصك ايه، بدات امتى وانتهيت امتى، كل التفاصيل دي بتحطها هنا، تمام. طيب بعد كده في خانه اسمها ورك اكسبيرينس. الورك اكسبيرينس دي حاجه اوبشنال، يعني ايه؟ يعني مش مطلوبه منك بشكل الزامي. يعني انت لو شخص عندك خبره عمل بتحط، انا مثلا عندي خبره عمل او ما عنديش خبره عمل، يعني مثلا انا في طول حياتك، طول حياتك اكيد انت اشتغلت مثلا شغل معين، اخدت مثلا حاجه معينه، شغل مثلا مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، فبتكتب مثلا اي شغل او اي خبره عمليه عندك، تمام كده. طيب بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده سكيلز، المهارات. في السكشن ده انت بتحط بقى اللغات اللي انت بتعرفها، تعرف لغات ايه وايه هي لغتك الام، تمام. بتحط هنا انت عايز تثبت اللغه الانجليزيه بتاعتك ازاي، تمام. فهنا بتختار الايلتس او التويفل او كده. وزي ما احنا قلنا انت ممكن تختار التاريخ اللي انت هتعمل فيه الامتحان، يعني على سبيل المثال دي مش مطلوبه منك بشكل الزامي، تمام. على سبيل المثال انت اخترت الايلتس، مش مطلوب منك تحط الايلتس حاليا، تمام. فانت بتحط بس الشهاده اللي انت ناوي تعملها مثلا او تاخدها، تحط التاريخ وخلاص. لو جالك القبول ساعتها بتبدا انت تمشي مثلا في اجراءات الامتحان، تمام كده. وهنشوف بعد شويه ان الشهاده مش مطلوبه بشكل الزامي. وهنا دي الاعفاء من شهاده اللغه لو انت درست الكورس بتاعك باللغه الانجليزيه سابقا، تمام. طيب نخش بعد كده على السكشن اللي بعده اللي هو بتاع الريفرنسز، تمام. هنا بقى بتحط التوصيات، الاشخاص اللي عملوا لك التوصيه بتحط بياناتهم، وده سكشن معروف، تحط اسم الشخص صاحب التوصيه، الايميل بتاعه، عنوانه، ما الى ذلك، تمام كده. بعد كده بتخش على الدوكيومنتس، الاوراق المطلوبه منك تحطها، تمام. في الاوراق هنا هتلاقي مطلوب منك السي في، هتلاقي مطلوب خطاب التوصيه، هتلاقي مطلوب كشف الدرجات او شهاده التخرج، وهتلاقي ان اللغه الانجليزيه مش مطلوبه بشكل الزامي، مش محطوطه على علامه النجمه الحمراء، فبالتالي انت ممكن تحطها حاليا او لا، تمام كده. طيب وهنا بقى في الازر دي بتحط لو عندك شهادات تطوع، شهادات كورسات، شهادات تقدير، كل ده بتحطه هنا، تمام. بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده الفاينانشال انفورميشن، معلومات التمويل، تمام. بيقول لك انت ازاي عايز تمول دراستك، بتيجي في اول خانه وبتختار انك عايز بتختار اخر واحده انك عايز تمول دراستك من الجامعه نفسها، الجامعه هي اللي تديك التمويل. وبتروح حضرتك جاي وبتقول انك عايز تملى للمنحه، تمام. وبتختار هنا اسم المنحه اللي انت عايز تقدم ليها، اهي اسم المنحه اللي هي نيو برسبكتيفز سكولرشيب، تمام. بتختار اسم المنحه ده اللي هو ده اللي هو فيه ال 34,500 يورو، تمام كده. وبعد كده حضرتك بقى مثلا لو انت يعني محتاج تشرح لهم التمويل بشكل اكبر بتحطه هنا، تمام. طيب بعد كده بتخش على فرزر انفورميشن، دي خاصه ب مثلا لو انت يعني قدمت قبل كده مثلا في الجامعه دي، درست فيها قبل كده، فبتختار نوع على كل الحاجات دي، تمام. بعد كده بتختار بقى سبميت ابلكيشن، اخر جزئيه اللي هي في السبميت ابلكيشن، انك خلاص كل السكشنز دي مليتها، تضغط يس على كله هنا. وبعد كده بتلاقي جزئيه، بتلاقي في زي باتون هنا او زر كده بيطلع لك اسمه سبميت، بتضغط عليه. طبعا هنا بيقولوا لي سبميت ابلكيشن انت مش هتنفع تعمله عشان انكمبليت، لانك لسه ما مليتش ده وده وده. طبعا انا عشان بشرح لكم الابلكيشن فمش هيطلع لي زرار السبميت، لكن بعد انت ما تملى الخانات دي كلها هتلاقي زرار السبميت بيطلع لك، وبتضغط على سبميت ويبقى انت كده الابلكيشن بتاعك وصل للمنحه بنجاح، تمام كده.
فكده كل تفاصيل المنحة احنا شرحناها، تخصصات، مدة الدراسة، اللي المنحة دي مش محتاجة شهادة لغة بشكل إلزامي عند التقديم، تمويل كبير جدا بتوفره المنحة، حاجة ممتازة جدا. وما تنسوش إن احنا بنوفر خدمة التقديم أيضا بجانب عرض المنح، فلو حابين تقدموا بنفسكم ماشي، لو حابين تقدموا من خلالنا مفيش مشكلة. إن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبول لكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.